الحقيقة أنا يعني سعيدة جدا بموضوع الحوار الوطني كله. هي السعادة مش مجرد لأني يعني بمتهن مهنة الإعلام وعارفين حاجات من الموضوعات، ولكن أنا هنا أتحدث كمواطنة. لما تكون في بلدك هناك حوار مفتوح، والحوار الحقيقة جاء في كل المجالات، كل المجالات الحياتية وكل المجالات اللي بتهمنا كمواطنين، وعلى رأسها مجال الاقتصاد، لأنه الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في العالم كان بالضرورة أن الحوار الوطني يهتم بالحوار في مجال الاقتصاد، ويكون عندك عدد من الخبراء يتناقشوا فيما يدور في العالم وبالتبعية ما يدور في مصر، لأن احنا أيضا في نفس الأزمات مع العالم كله. ولكن اللي عجبني كمان أكتر أنه يهتم الحوار الوطني مش فقط في دولة بالاقتصاد والصناعة والتجارة، ولكن أن يدخل إلى البيوت المصرية. هنا الحوار الوطني كدولة أو أنا كحوار وطني، أنا بهتم بحال المواطن والمواطنة. لما أدخل في حوار للأسرة وأهتم جدا بتفاصيل كثيرة جدا وعلاقة الأسرة ببعضها البعض، الرجل والمرأة، إذن أنا يعني حط عين على المجتمع الصالح، المجتمع اللي أنا ببنيه. الحوار الوطني بشكل عام أهميته إيه؟ أهميته أن الدولة بتعمل حوار نتناقش فيه في أشياء كثيرة جدا، نخرج بمخرجات مهمة وتوصيات مهمة، وهذه التوصيات كلها هتكون أمام السيد الرئيس، وتم رفعها بالفعل أمام السيد الرئيس. ما عنديش أدنى شك إنه سيادة الرئيس سيهتم اهتمام كبير جدا، لأن الحوار الوطني هو المجتمع المصري وما يدور في المجتمع من مشاكل، وأيضا من بعض التفاصيل الخاصة اللي ربما مش عايزة أقول إنها تكون تايهة عن وزارات أو هيئات، ولكن في تفاصيل كثيرة جدا مهم إن هي تبقى موجودة داخل الحوار. في النهاية لما يكون عندك دولة تهتم بالحوار من أجل المواطن، إذن هي دولة بتهتم بأنها بتبني مجتمع وبتساعد كمان على بناء المجتمع، وخاصة الأشياء اللي بيهتم بيها المواطن وبتأثر فيه بشكل يومي. مزيد من التفاصيل، لأن احنا عارفين طبعا أن تم رفع كل توصيات الحوار الوطني بكل المجالات والمناقشات التي دارت على مدار جلسات الحوار الوطني، وتم رفعها للسيد الرئيس. خليني أعرف مزيد من التفاصيل مع الكاتب جمال كشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. يعني الحقيقة الحوار الوطني ورفع كل التوصيات إلى سيد الرئيس، ماذا تنتظرون من كل مدار من مناقشات في لجان الحوار الوطني المختلفة؟ يعني خلينا نؤكد بس على الدعم الكامل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني منذ إطلاق المبادرة في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية 2022، وما تلاها من أو تزامن من معها من تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مرورا ب الاستجابة السريعة خلال 24 ساعة في مارس الماضي لمشروع ومقترح تقدم به مجلس الأمناء بشأن استمرار العمل بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، خاصة وهنا نفكر السادة المشاهدين بأنه الإشراف الكامل على الانتخابات وقتها أدرك مجلس الأمناء وانتبه على أنه هذا الإشراف القضائي سينتهي في 17 يناير 2024، لأنه في نص الدستور يستمر 10 سنوات بدءا من 18 يناير 2014. تمام. وبالتالي كان العشر سنوات سينتهوا في 17 يناير 2024، والسيد الرئيس استجاب وكانت استجابة سريعة وأحال إلى الجهات المعنية هذا المشروع. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا عندما تحدث السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ويعني وجه الكلمة لكل المصريين وفي القلب منهم القوى السياسية والتيارات الوطنية، وثقته التي كانت واضحة في كل رموز السياسة في مصر، ويعني ثقة في قدرتهم على البناء والنهوض بالدولة المصرية والعبور بالأزمات والوقوف يدا واحدة أو يدا بيد من أجل هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على
استقرار هذا البلد والنهوض به. ويعني ايضا خلينا نصل الى يعني كلمه السيد الرئيس ووعده في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالاسكندريه، وعندما تعهد السيد الرئيس امام كل المصريين بل امام العالم كله انه يعني سيقوم سيادته بالتصديق على كل ما يقدمه الحوار ما يتفق عليه اداره الحوار الوطني دون قيد او شرط. وهذه الرساله يعني واضحه وقويه لدى والق وجاءت بنتائج ايجابيه وصدى كبير وواسع في الشارع السياسي، وصولا الى استجابه الامس الحقيقه السريعه للمخرجات والنتائج التي رفعها مجلس الامناء، ومستمر في تكمله رفع ما تبقى من قضايا ومخرجات. كل هذا يحمل عدة رسائل. الرسالة الأولى أن السيد الرئيس يضع المواطن أولوية قصوى في فلسفته واستراتيجيته في إدارة البلاد. واحد. اثنين، أن السيد الرئيس يدعم دعما كاملا الحوار الوطني وكل العاملين فيه وكل التيارات السياسية. ثلاثة، أن القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية تفتح يداها ولكل الألوان السياسية الوطنية للمشاركة في صناعة قرار وخلق مساحات مشتركة تقودنا نحو جمهورية جديدة. أكيد. رقم أربعة، أن الحوار الوطني يلقى كل هذا الدعم وأنه لديه رغبة ولدى القائمين عليه رغبة وشغف كبير جدا بتقديم كل القضايا التي تتماس بشكل مباشر وغير مباشر مع المواطن. وهدف الرئيس في الجلسات الرئيسية سواء في مجلس الأمناء منذ تشكيله 2022 أو في الجلسات العامة التي بلغ عددها 60 جلسة وناقشت 70 قضية أو في الجلسات المتخصصة التي استمرت طوال الفترات الماضية وصولا إلى جلسة الأمس، كان المواطن هو عنوان لحصاد الفترة الماضية أو خلينا أقول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني. طيب خليني هنا ناخد نقطة كده، ويعني قبل يعني ختام كل هذه التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها مشكورا، خليني أعرف أنا لو مواطن، أنا هسأل السؤال الثاني، هقول طيب بعد رفع كل هذه المخرجات والتوصيات إلى سيادة الرئيس هيبقى النقطة اللي بعدها هو تحويل سيادة الرئيس لكل هذه الأشياء إلى الجهات المختصة، إما تنفيذا في بعض المجالات وإما تشريعا في مجلس الشعب. رأي حضرتك إيه؟ يعني إمتى المواطن هيقدر يحس بكم التوصيات اللي خرجت وهتكون فين والتنفيذ هيبقى إزاي؟ أولا أنا أحيي حضرتك على هذا السؤال المهم، وثقة المواطن وثقة القوى السياسية تأتي من أن ضمانة هذا التنفيذ هو الرئيس عبد الفتاح، لانه هو اولا سيادته هو الذي اطلق المبادره وسيادته هو الذي تعهد دون قيد او شرط بالتصديق. وهنا هناك في اطار صلاحيات، يعني طالما ان هذه التوصيات في صلاحيات السيد الرئيس القانونيه والدستوريه تنفذ، وطالما انها لا تتعارض مع الدستور والقانون تنفذ، وبالتالي هنا الثمار يعني أكاد أراها أمامي خلال الساعات بل الأيام القليلة القادمة. وأنه يعني هنا خلينا بس نفتح قوس ونقول لا يمكن أنه يحصل توافق بين كل هذه القوى السياسية حول مخرجات وتوصيات ونتائج لنقاشات إلا لو كان لديهم شواهد ثقة. أكيد. عموما أنا بتفق معاك جدا، بنتمنى إن شواهد الثقة زي ما حضرتك قلت والتنفيذ كمان في النهاية هيكون لصالح المواطن المصري أيا كان في أي مجال نتحدث فيه، وبالتالي هو لصالح المجتمع والدولة. الحوار الوطني خرج من أجل المواطن وينفذ من أجل المواطن، نتمنى كل الخير بإذن الله. وشكرا على كل المعلومات والتفاصيل الكاتب جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشكرك شكرا.
شكرا جزيلا. مازال زي ما بنقول كده مع حضراتكم انه التفاصيل اللي كانت موجوده وهي تفاصيل كثيره ودقيقه كانت موجوده في الحوار الوطني. نتمنى باذن الله ان احنا زي ما ذكر سياده النائب ان احنا يعني نبدا نشوف التوصيات موجوده على ارض الواقع وايضا التنفيذ للجهات المختصه باذن الله. في خميس التاسعه مازال عندي فقرات كثيره، بعد فاصل قصير نعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا، ارجوكم عودوا الينا. تفضل. شيء غريب جدا ممكن حضراتكم كنتم متابعينه من ايام، فوضى في شارع أكسفورد ستريت أو أهم شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، فطبعا غريب جدا وبيشبه أحداث تشبه فيلم The Purge. والبيرج ده انتشرت، الفيلم ده هو فيلم رعب شهير جدا، كان فيه مطالب شعبية جوه الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي بإيه؟ بالهجوم على شارع أكسفورد في لندن. طبعا شارع أكسفورد هو الشارع الشهير اللي هو يعتبر وسط البلد في لندن، وطبعا كانت المطالب بسرقة المحلات التجارية، نوع من أنواع الهوس والتحدي وأشياء كتيرة جدا. النهاردة الشرطة البريطانية ألقت القبض على 9 شباب ضمن عمليات اقتحام لأشهر المتاجر في الشارع، وده طبعا خلى فيه حالة من أنواع الفوضى الكبيرة اللي كانت موجودة في لندن. الصور دي من أيام، والمفاجأة تزامنت كمان مع اختفاء قطعة أثرية عمرها 3000 سنة من متحف بريطانيا، وده طبعا شيء مش ممكن يحدث أبدا بهذه السهولة في بريطانيا، لأنه هناك في ضبط وربط وكده. لكن يبدو زي ما أنتم شايفين الشرطة في الشارع ده على الأحداث الخاصة باقتحام المراهقين للمحلات وفكرة التحدي، وأن هم يدخلوا يعني يسرقوا أو ياخدوا حاجات من المحلات، فكان في هرج مرج في الشارع الرئيسي، وده الشارع طبعا اللي بيربط قلب العاصمة الإنجليزية لندن. وزي ما أنتم شايفين يعني فوضى، زي ما اسموها فوضى أكسفورد ستريت أو شارع أكسفورد، حاجة طبعا مش مفهومة اللي حصل ده، وإزاي يكون في هذا التأثير من أفلام أو من تحدي أو من الألعاب أو أيا كانت، هذا الهوس الغريب اللي ممكن يعني يسيطر على حياة الاجتماعية اللي بنعيشها تبقى موجودة في أي دولة، وخصوصا الشارع الإنجليزي ده كمية الضبط والربط اللي موجودة فيه مش سهلة أبدا. وزيرة الداخلية البريطانية الحقيقة من جانبها قالت النهاردة إنه الشباب المسؤولين عن الاضطرابات دي اللي وقعت في شارع أكسفورد التجاري بلندن يجب أنها تلاحقهم الشرطة طول الوقت وتقبض عليهم. ودعت الوزيرة البريطانية أيضا إلى حبس زعماء هذه العمليات اللي بيعملون وراء الكواليس، وحذرت من أنه لا يمكن السماح للمملكة المتحدة بالغرق في الفوضى التي شهدت في بعض المدن الأمريكية، لأنه ده كان حدث الحقيقة نفس الحدث حدث قبلها بأيام وأسابيع في أمريكا. وطبعا أحدى الصحف البريطانية كمان قالت إيفنينج ستاندرد، ودي إيفنينج ستاندرد دي الصحيفة اللي بتبقى موجودة بشكل يومي، وقالت نفس الكلام. خليني أخد مزيد من التفاصيل، نروح إلى لندن مع دكتورة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني. دكتورة سامية مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني دكتورة سامية، يعني ما حدث في الشارع البريطاني وتحديدا في منطقة أكسفورد ستريت وهي طبعا قلب العاصمة الإنجليزية، يعني إزاي ده حدث والناس ترجمت ده إزاي؟ يعني هل كان مفهوم إن هو جاي من خلال الفيلم الشهير أو ألعاب اللي موجودة على التحدي على التيك توك؟ اشرح لنا الوضع. سيدتي الفاضلة، هذه تحديات أولا تواجهها المحال التجارية البريطانية، وخاصة شارع رئيسي مثل أوكسفورد ستريت يكون طبعا محط للأنظار جميعا. هذه الحادثة تعكس جانبين أساسيين، الأول مرتبط بالدوء. تسمعيني؟ أسمع حضرتك، تفضلي. أنا مع حضرتك. سمع حضرتك. طيب، هذه الحادثة تعكس جانبين أساسيين، الأول مرتبط بالدور السلبي والتخريبي لوسائل التواصل الاجتماعي إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة.
تمام. وهنا طبعا الحكومة البريطانية تقوم بدور ريادي بالتعاون مع باقي الدول النافذة الأخرى لوضع القوانين الملزمة على إدارة منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يتجاوز المشترك فيها لا يتجاوز مثل هذه القوانين. الجانب الآخر هو جانب أمني، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا بشكل واضح، زاد من مستوى الجريمة وعمليات السرقة في المحلات التجارية بشكل يومي. صراحة عقوبة حتكون واضحة هو السجن، والشرطة تضع كل ثقلها للمحافظة على المحال التجارية. لكن الذين قاموا بسرقة أوكسفورد ستريت خصوصا في محل برايم مارت هي مجموعة معروفة لها تاريخ مع الشرطة البريطانية، ومثل هذه التصرفات طبعا لا يمكن السكوت عليها. العمل على سن هذه قوانين جديدة تواكب التطورات المعيشية التي نعيشها الآن، ويجب أن نطبق كل شيء بحذافيره. والشرطة طبعا كانت هذه المجموعة هي معروفة ومسجلة عندها، لذلك استطاعت أن تلقي القبض عليهم بسهولة. طبعا سيكون مصيرهم سجن لا محالة. تمام. طيب دكتورة سامية، يعني خليني حضرتك الحقيقة يمكن قسمتي الموضوع إلى جانبين وأنا أتفق مع حضرتك، ولكن هل نقدر نقول بأنه نظرا للأزمات الاقتصادية وبالتالي أيضا عندها أزمات كثيرة اقتصادية يمكن من وقت كورونا وبعدين بريكسيت وبعدين الأزمة الأوكرانية الروسية والأزمات اللي بقت موجودة في العالم، هل تم استغلال ده بشكل أو بآخر، وأيضا تم استغلال الشباب المراهقين بألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي علشان تكون مجرد ذريعة إن هم ينزلوا، ولكن في الكواليس أبعاد أخرى خاصة بالأزمات الاقتصادية هي اللي موجودة بهذا الشكل؟ سيدتي، استغلال المراهقين لمنصات التواصل بهذا الشكل الذي يدعو فيه للسرقة والنهب، يعني بالأخص استعمال التيك توك وسيلة صحيح. من وسائل الدعوة في نظري إلى الجريمة. تطبيق التيك توك نتج عنه مشاكل كثيرة تهدد المراهقين. الإجراءات التي يجب أن نتخذها الآن يجب أن تتخذها الأجهزة الأمنية تجاه هذه الدعوات، لأن التيك توك في نظري من خلال أنت تعرفين أن التيك توك هو منصة طبعاً طبعاً نعم، النظام هذا نظام معلق. نظام تيك توك نظامان، من خلال بايت دان هذا يطبق التيك توك بنسختين، نسخة دوين للصين، وهذه طبعا إذا تسمحي لي أقول لك إنه هذا النظام دوين هو نظام تطبيق ثقافة تعليم، أما المستخدم الثاني نسخة أخرى خارجية للعالم تستخدم عالميا، هذا تستحوذ على أفكار الأطفال والمراهقين والشباب. تمام. القلق الآن هو أن هذا التطبيق موجود في الصين، وجزء من مال الشركة الذي يمتلكه الحزب الشيوعي أي السلطة الحاكمة في الصين. هناك قانون يقول في الصين ينص في حال المساس بالأمن الوطني الصيني كل الشركات يجب مجبرة أن تعطي المعلومات من بيانات وأن تضعها تحت تصرف الحكومة. تمام. هناك طلب في إلغاء التيك توك نهائياً، أن الحكومة البريطانية طالبت بإلغاء التيك توك. طيب الشركة الصينية التي تمتلك التطبيق تسمح للحكومة الصينية باستغلال أي حاجة البلد يمر فيها، تستغل يعني الحالة المعيشية،
الذي نمر به الآن، إذا كان بعد كوفيد 19 أو بعد البريكزيت، بعد الحرب الروسية. طيب يعني الأوكرانية. يعني هنا أنا بتفق حقيقي، أنا بتفق نعم في كل ما حضرتك. يعني إنها حرب، أريد أن أقول إن إنها حرب شبه سياسية أو جيوسياسية. أنا بتفق مع حضرتك جدا، بتفق مع حضرتك جدا إنها ممكن طبعا هي حروب خافية جيوسياسية أو غيرها، وعلى السطح هو استخدام السوشيال ميديا الآن في العالم لحروب الدول، يعني اللعب بالدول وبالذات طبقة الشباب، الأفكار المراهقين، بنتكلم على التين ايجر أو السن ده اللي هم أكثر تأثيرا وأكثر تنفيذا على الأرض، يعني سهل قوي إن هم يلعبوا معاهم ببعض التحدي والبرامج، وكان التحدي إن هو ينزل يقتحم المحلات. طيب في ظل الأزمات اللي بقت موجودة في العالم، هل حضرتك كده بتقولي لي إنه تطبيق التيك توك في بريطانيا الآن أمام البرلمان، يعني يتم دراسة هذا التطبيق اللي عمل خلل في الشارع الإنجليزي، وخاصة ده في أكسفورد ستريت، يعني حيث الحكومة، حيث البرلمان، كله بالقرب من أكسفورد ستريت على بعد دقائق، فما بال بقى باقي المناطق يعني اللي موجودة في بريطانيا بشكل عام؟ حالة الأمن ممكن يبقى عامل فيها إزاي إذا كان ما فيش هذا الانضباط في الشوارع الرئيسية كلها أمن وأمان بشكل كبير؟ فماذا عن باقي الأماكن اللي موجودة سواء في لندن أو موجودة أيضا في بريطانيا؟ هل في حاجة أمام البرلمان هيتم مناقشتها بخصوص التيك توك أو السوشيال ميديا اللي ممكن تهدد أمن بريطانيا؟ سيدتي الكريمة، التيك توك في نظري المتواضع هو المسوق للأفكار اليسارية المتطرفة. تطبيق تيك توك يعتبر من أخطر التطبيق في العالم، ويشغل بال العديد من الدول ومنها بريطانيا، وخاصة صناع القرار سواء كان في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو في أوروبا، وأيضا دول مثل الهند. حالة من الرعب كبيرة تسيطر علينا الآن، وخاصة من قبل جيل المراهقين والشباب. الصحيح هو حظر التيك توك وتفكيكه، هو حظر وتفكيكه ومهاجمته بطريقة تسير عليها الحكومة. طبعا الحكومة نادت بأن لا يكون هناك تيك توك في بريطانيا منذ عدة شهور، أنا قلت هذا في مقابلة أخرى معك. القلق هو التطبيق الآن، الشكوك تتزايد حول هذا حول هذه المنصة. يجب أن نعمل بمنصة اجتماعية مهمة نستثمر فيها البيانات ونجمعها في سبيل خير الأمم، ليس في سبيل أن نحطم أمن الأمم. أكيد إجراءات يجب أن نتخذها. نعم مع دكتورة سامية، خلينا نتفق، وحضرتك يعني عضو حزب المحافظين البريطاني، أمن الأمم لم يعد فقط إنه بالسلاح، ولكن أصبح هناك الألعاب الكثيرة من خلال السوشيال ميديا ومن خلال يعني مجرد ألعاب وحاجات، ولكن هي فكرة إننا نؤثر على الشباب، خاصة الشباب في كل الدول. أتمنى الخير والأمن والأمان، وأتفق معك في إنه هناك حروب خفية تدار عبر السوشيال ميديا لتكدير أمن البلاد. دكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، عن الفوضى اللي كانت موجودة في أكسفورد ستريت وفي لندن من قبل تحدي تيك توك اللي خلى المراهقين والشباب يخرجوا في الشوارع، وكان عندهم نوع من أنواع الأمر منه إن هم يسرقوا ويخشوا وينهبوا المتاجر، خاصة المتاجر الكبيرة في هذه المنطقة. هذا ما يجري في الشارع الإنجليزي. تعالوا بقى نروح للرياضة. الخبر اللي جاي ده هيزعل جمهور الزمالك كتير، وأكيد متابعين أنتم على مدار الساعات اللي فاتت قصة انتقال أحمد زيزو لاعب وسط الزمالك لنادي الشباب السعودي. زيزو بيعتبر أفضل
لاعبي الدوري المصري دلوقتي واهم لاعب في الزمالك، وتوصل الاتفاق مع النادي السعودي، لكن الزمالك طلب في البدايه 15 مليون دولار لبيعه. الامور اتغيرت النهارده، واضح انه في مستجدات هنعرفها من ضيفي الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير كابتن هاني. كابتن هاني مساء الخير. مساء الفل عليك يا استاذ شبكي، ومساء الفل على كل الساده المشاهدين. طيب قول لنا كده سريعا، يعني 15 مليون ده العرض بتاع نادي الزمالك، ويبدو انه في اخبار تانية جديده. طيب خليني اقول لحضرتك بس في البدايه، الطلبات الرسميه، الطلبات اللي طلبها النادي الزمالك من الشباب السعودي كلها طلبات غير رسميه، طلبات عبر وسطاء. لو الزمالك هيفكر يبيع زيزو مش هيبيعه اقل من 15 مليون دولار، ده اللي كان تم تسريبه. لكن المسؤولين الحقيقيين داخل نادي الزمالك اتكلموا بفكره ان زيزو ليس للبيع، ان زيزو لاعب مهم ولاعب مؤثر داخل نادي الزمالك لن نستطيع الاستغناء عنه في اللحظه الحاليه. بس في كده انباء في انباء كده بتقول، يعني حتى هذه الساعات، انه يعني نادي الزمالك هيبيع زيزو لانه عنده ضائقه ماليه، والكل عارف مشاكل نادي الزمالك. رايك ايه في الانباء دي؟ الضائقه الماليه دي ان هو الزمالك مستني رقم كبير من بيع زيزو، لان لازم رقم كبير جدا عشان يقدر مسؤولين الزمالك يستغنوا عن زيزو. ما تنسيش حضرتك ان المجلس الحالي بيواجه ازمات مع جماهير نادي الزمالك علشان الاستغناء عن امام عاشور، الاستغناء عن بعض نجوم الفريق، عدم تدعيم الفريق بشكل جيد في بدايه الموسم، والتعاقد مع صفقات لم تكن مؤثره على اداء الفريق، النتائج كمان ما كانتش في افضل حاجه. فدي كلها ازمات بتواجه مجلس اداره نادي الزمالك، فيكمل ده باستغناء عن زيزو او بيعه للشباب السعودي، لازم يكون ده برقم كبير جدا يقدر من خلاله مسؤول نادي الزمالك في تسويق بيع زيزو اعلاميا على انه الخلاص الوحيد للازمه الماديه اللي بيعاني منها نادي الزمالك، ويقدر يسدد المستحقات سواء للاتحاد الدولي او الاتحاد المصري او طيب يعني انا بتفق معاك جدا يا هاني في كل اللي قلته، بس انا عايزه شويه كواليس حقيقيه نديها كده اخبار للناس، خصوصا محبي الزمالك. وزيزو لاعب مصري، زمالك واهلي الناس بتحبه الحقيقه، ولاعب مميز جدا. يعني قيل انه زيزو قعد مع الشباب السعودي هنا في القاهره، وكان في اتفاق ان هو نفسه يحصل على 3 مليون دولار. الكلام ده يعني مصداقيته ايه؟ جلسة مباشرة والكلام ده كله، ما كانش فيه جلسات مباشرة مع مسؤولين سعوديين. ده اللي بنقوله لحضرتك، ان هو في اتفاق ما بين زيزو وما بين نادي الشباب السعودي على كل تفاصيل التعاقد. دلوقتي زيزو الكواليس بقى زي ما حضرتك عايزه، زيزو حط عقدة في المنشار زي ما بنقول. ايه هي بقى العقدة في المنشار؟ مسؤول نادي الزمالك احدد لهم طلبات، انتوا عايزين اكمل معاكم، انا ما عنديش مشكلة اكمل داخل نادي الزمالك. الاول اخد المقابل المادي او المستحقات المتأخرة، تمام، اللي هي ليه عند نادي الزمالك، تمام، تبدو اللعيبه كلها داخل الفريق تاخد مستحقاتها الماليه المتاخره عن الموسم الماضي، تجددوا عقد احمد فتوح ومحمد صبحي. يعني انت بتقصد يا هاني ان هو بيطالب بال 12 مليون جنيه اللي ليه عند الزمالك؟ ما هي دي المستحقات الماليه المتاخره، غير ال 12 مليون هو عايز كمان اللعيبه كمان زمايله في الفريق كلهم ياخدوا مستحقاتهم. فهو زيزو بيطالب بمستحقات اللعيبه، يعني وايضا بمستحقاته. طيب لو وتجديد عقد فتوح ومحمد صبحي باعتبارهم من العناصر الاساسيه داخل نادي الزمالك، تمام، علشان يقدر يكمل، لان كمان زيزو عنده تخوف ان هو دلوقتي بقى نجم الفريق، اللاعب اللي الجمهور الزملكاوي حط عليه امال كبيره جدا وامال عريضه في تحقيق البطولات، فهو مش هيقدر يدي لنادي الزمالك او يفيد نادي الزمالك وهو بيلعب مع فريق عنده ازمات سواء ماديه او ازمات فنيه. طيب قول لي يا هاني كده بخبرتك، يعني هل ممكن احنا بعد ساعات نلاقي ان زيزو اتباع بس مثلا ب 6 مليون؟ اتوقع لان كل حاجه في سوق الانتقالات ممكن يبقى اكتر شويه، مش مضمون. ممكن نوصل 10 مليون؟ مش يبقى 6 مليون، هم بيحاولوا يوصلوه، يعني هو لو في 8 مليون دولار عرض رسمي اعتقد ان نادي الزمالك هيوافق على بيع احمد فتحي. يعني لو وصل العرض ل 8 مليون هيوافق نادي الزمالك؟ 8 مليون دولار ده رقم كبير جدا جدا بالنسبه للانديه المصريه، وكمان بالنسبه للوضع الحالي داخل نادي الزمالك، هم مش انتعاشه، ده بمناسبه اللي هو يعني اللي هو قبله الحياه مره اخرى. طيب والزمالك هيعمل ايه في غرامه شيكابالا؟ ما برضو عندنا غرامه لشيكابالا،
يعني الزمالك عنده مشاكل الزمالك كتير، مستني الفلوس عشان يقدر يدفع، لان الزمالك في الوقت الحالي في الزمالك مقدم على قرض 200 مليون جنيه. القرض ده هيتم استغلاله ان هو يدفع من خلاله المستحقات المتاخره للعيبه، يجدد عقد فتوح ومحمد صبحي، ويقدر يدفع مستحقات الجهاز الفني المتاخره ايضا، وهيأجل دفع غرامه شيكابالا اللي هي صالح سبورتنج لشبونه لشهر يناير، عشان مستني غرامه محمود عبد المنعم كهربا ياخدها يسد منها الفلوس. يعني الزمالك عنده غرامات عنده غرامات كتيره قوي. طيب يعني ما هو الناس دلوقتي وهي بتسمعنا هتقول طب لو ما اتباعش زيزو الزمالك هيعمل ايه؟ لو ما اتباعش زيزو زي ما بقول لحضرتك كده مفيش صفقات في الصيف. لو زيزو ما اتباعش الزمالك لن يتعاقد مع اي صفقات في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، واي كلام عن الصفقات هيكون بدايه من شهر يناير المقبل باذن الله. طيب وضع اسوريو ايه؟ هل قبض مكافئاته مرتبه؟ هو ملوش مكافئات، هو ما كسبش حاجه عشان ياخد مكافئات، هو ليه مرتبه، كان ليه 3 شهور مرتب، مسؤولين نادي الزمالك اكدوا ان هم حولوا له شهرين من راتبه، يتبقى له شهر واحد فقط. طيب يبقى انت، طب يعني اديني عنوان اخير كده يا هاني، قول لي عنوان اخير في 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 صفقه زيزو. هل ينجح الزمالك ببيع احمد زيزو الى نادي الشباب السعودي؟ هل ينجح الزمالك في انه يتخطى كل مشاكله من التعثرات الماديه، مشكله شيكابالا، المرتبات، باقي اللعيبه؟ اديني كده عنوان. ما والله ما انا نفسي ادي لحضرتك عنوان، بس احنا دايما اتعودنا على المصداقيه، ان احنا لما بنطلع نتكلم للجمهور بنقول لهم الوضع داخل نادي الزمالك او اي نادي بنتكلم عنه. بنسبه كام في الميه ممكن يتباع زيزو اكتر من 6 مليون؟ النسبه كام؟ بنسبه اكتر من 70%. بنسبه اكتر من 70%. وبنسبه كام في الميه ممكن يقبل الزمالك اقل من 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 الرقم ده؟ لا يعني بنسبه 10%. اذا الزمالك لن يقبل ابدا بيع زيزو. هو العرض المغري، هو الزمالك عشان يبيع زيزو او صفقه زي ما بيقول حضرتك لازم يبقى عرض مغري، اللي هو عرض غير مسبوق في تاريخ الكره المصريه بالنسبه للاعب مصري، ده لازم ده عشان يقبل. لان زيزو الناس بتتعامل مع زيزو كانه لاعب كوره، لا زيزو هو العمود الفقري اللي نادي الزمالك المفروض هيبني عليه السنتين الجايين فريق زي ما المسؤولين بيتكلموا. فرحيل زيزو ده يعني ان الفريق تم تفريغه من كل نجومه، وبالتالي اصبح الزمالك مش مش مش, مش عنصر جذب ليه. طيب خليني انا معاك، زيزو مهم جدا لنادي الزمالك خصوصا كمان في الوضع الحالي. خليني كلمه اخيره، توقعاتك انت الشخصيه كناقد رياضي وعين على ما يجري في الدوري السعودي وعين على الصفقات، هل ينجح نادي الزمالك في بيع زيزو ويتخطى العقبات؟ يعني ايه اللي بتشوفه؟ طيب توقعاتك انت. هنزل حضرتك مفاجاه على الهواء، مسؤول الشباب شايفين ان الطلبات الماليه اللي بيقولها نادي الزمالك طلبات ماليه مبالغ فيها، وبالتالي ابتدوا دلوقتي يفتحوا خط مفاوضات مع مسؤول النادي الاهلي للتعاقد مع بيرسي تاو جناح النادي الاهلي اللي هيكون بديلا لزيزو في الشباب السعودي، لان هم برضو شايفين ان في استغلال للمبالغ الكبيره اللي بتدفع في المملكه للاعبين، وشايفين ان الارقام دي ما تدفعش في لاعب مصري مع احترامنا الكامل طبعا لقدراته وامكانياته. وهيبقى بكام؟ يعني الرقم الثاني في النادي الاهلي بكام؟ في الاهلي هيبقى بكام؟ مش اقل من 5 مليون دولار برضه. طيب لو وصل العرض عند نادي الزمالك 6 مليون هيقبل؟ لا ما اعتقدش هيقبل، لان زي ما بقول لحضرتك هو مش بيتعامل مع زيزو ان هو حاجه، مش مجرد لاعب كره قدم، لان كمان بنأكد للناس ان السنه اللي فاتت الزمالك كان عنده عرض ضخم من الريان القطري لزيزو ورفض ايضا بيعه، كان العرض تقريبا 4.5 مليون طيب دولار. تمام، يبقى احنا كده انا هاخد الكلمه الاخيره اللي انت قلتها، بنسبه 70% لو زاد الرقم عن 6 مليون هيتم بيع زيزو الى نادي الشباب السعودي. نتمنى التوفيق، كل التوفيق لنادي الزمالك ولزيزو ايضا، لانه من اهم اللعيبه مش بس في الزمالك ولكن هو لعيب مصري مهم. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، بشكرك شكرا جزيلا. تفضل الكوره كوره، وتفضل الكرة بكل كواليسها، وخصوصا عندما تكون الكرة في ملعب الزمالك أو في الأهلي، صفقات هنا وهناك. نتمنى كل الخير سواء هنا وهناك، ويكون يعني في خير لنادي الزمالك اللي عنده مشاكل كتيرة يقدر يتخطاها. فصل قصير، مازال عندي فقرات تنتظر حضراتكم في التاسعة ليوم الخميس، أرجوكم ابقوا معنا. We'll be right back.
اهلا اهلا بحضراتكم. اللي انا هقوله دلوقتي هتقولوا احنا كنا نسينا خلاص الكورونا، لكن واضح احنا كنا نسيناها اكيد، مستمتعين بقى بحياتنا، بنشوف مهرجانات وبنسمع اغاني حلوه، لكن هي ما نسيتش ابدا ان هي تنكد علينا تاني. في متحور جديد الحقيقه العالم كله بيتكلم عنه، اسمه ايه؟ EG5. وده طبعا المتحور ده ليه مخاطر كتيره، اصاب 1 مليون شخص لحد دلوقتي، وانتشر في 50 دولة. الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، كندا، أستراليا، سنغافورة، فرنسا، البرتغال، وأسبانيا، وظهر أيضا في البلاد العربية في دولة الكويت. تفاصيل كتيرة الحقيقة المتحور ده هتبقى أعراضه إيه، طرق الوقاية، ويا ترى هو زي الكورونا ولا هناخد احتياطات إزاي ولا هنعمل إيه؟ أسئلة كتيرة جدا. خليني أروح مزيد من التفاصيل الطبية مع دكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة واقتصاديات الدواء. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ شفا. يعني كنا نسينا كورونا الحقيقة، مش مستنيين EG5 ده، يعني هذا المتحور، يعني السؤال الأولاني، هو متحور من كورونا؟ يعني هياخد نفس الأعراض ولا هنروح لأعراض تانية؟ تمام، كويس، دي نقطة كويسة نبدأ بيها كلامنا عن EG5 أو ما سمي بأيرس ميوتنت. يعني المتحور الفرعي أيرس هو متحور فرعي من أوميكرون، اللي هو كان المتحور آخر متحور سمعنا عنه لكورونا، اللي هو بقاله دلوقتي أكثر من سنة. هو متحور فرعي من أوميكرون اللي هو كورونا برضه، مش متحور جديد، ده أول حاجة. إحنا طبعًا كان لسه في موجات حتى من بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إن كورونا ما بقاش وباء عالمي، ولكن احنا ما بنسمعش عن اصابات بتدخل او محتاجه مستشفى، ما بنسمعش عن وفيات عاليه، فخلاص الموضوع كان هين. حاليا احنا اكثر متحور فرعي من اوميكرون كان منتشر، واللي كان منتشر في الموجه اللي فاتت اللي احنا بنسميه اكس بي، بعيدا عن المصطلحات، التحور الحالي EG5 هو الاكثر انتشارا في الصحه. هنتكلم بالظبط هيوصل 50 دولة. أول مرة تم التعرف على EG5 كان في فبراير، تمام، وكان نسبته من 7% ل 17% في 3 أسابيع بس. ده معناه إن إحصائيا المتحور ده هيبقى موجود في كل بلد في العالم، خلاص مفيش بلد هتبقى مش موجود فيها، يعني هيعدي على كل البلاد. السرعة الانتشار دي احصائيا معناها ان هو موجود في البلاد العربيه كلها، موجود في افريقيا كلها، موجود في العالم كله خلاص. طيب السؤال يا دكتور، واللي الناس على طول هتساله، ايه الفرق بينه وبين كورونا؟ يعني لا انا هعرف منين انا عندي EG5 ولا عندي كورونا؟ هو الاثنين واحد، يعني هو ما فيش اي تغيير في الاعراض الحمد لله ما بين EG5 وبين اوميكرون، لان هو ده المتحور الام بتاعه واللي هو في الاخر تبع عائله كورونا. هو بالظبط زي المتحور اللي قبليه اكس بي دي، نفس الاعراض، ارتفاع الحراره، اوقات احتقان في الزور، حاسه تشم وتذوق، رجعنا تاني نسمع ان هي نسبتها بس اعلى شويه، اوقات بيبقى في انسداد في الاذن والجيوب الانفيه، تكسير العظم هو اوقات في الجهاز الهضمي، اوقات بيجي بصداع. الاعراض العاديه جدا اللي هي كانت موجوده برده مع اوميكرون او موجوده مع كورونا في العموم. هو الفرق بينه وبين المتحور اكس بي دي اللي هو اللي كان قبليه على طول هو سرعه الانتشار، هو بينتشر اسرع، فبالتالي بقت نسبه الاصابات اعلى. طبعا احنا في اخر 28 يوم من امبارح ل 28 يوم قبل كده في 1,400,000 اصابه جديده. يعني معنى كده اي حد هيجي له المتحور ده، تمام، اي حد هيجي له المتحور ده مثلا في بيته، في عمله، في اي حته، هيعدي اللي حواليه بسرعه كبيره جدا، يعني اسرع من بقيه المتحورات. فطبعا ده اول حاجه. طبعا احنا معظم الاصابات ال 1,400,000 قادمه من اسيا، يعني 1,200,000 منها جايه من اسيا. الحاجه الثانيه هي ان هو هروبه من اللقاحات اعلى من المتحور اللي قبليه. طبعا احنا دايما اللقاحات بنقول بتعمل حاجه من 2 في الجسم، يا بتحمي من الاعراض يا اما بتحمي من الوفاه، او تمام، بتحمي من الاثنين. دلوقتي بقى في هروب عالي من الفيروس من اللقاح، فبقتش بتحمي زي الاول من الاعراض، فاذا هنا بتحمي من الوفاه الحمد لله، بتحمي بس من الوفاه. فاذا محتاجه تاخد اللقاح، ممكن تاخد، محتاجه ان هي برضو تاخد اللقاح.
يعني هنا اللقاح بس عشان يحمي من الوفاة، لكن مش هيحمي من انه يجيله المرض ده. طيب الوقاية بقى خصوصا الاربع فئات اللي احنا دايما بنتكلم عليها، يعني طبعا كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، الناس اللي بتاخد ادويه بتثبط المناعه وعندهم امراض مناعيه، والكوادر الطبيه. دول الاربع فئات لازم ياخدوا، مهم لو ما كانوش خدوا جرعه منشطه ان هم ياخدوا جرعه منشطه طبعا. وده اللي خلى برضو الاصابات اعلى، لان احنا اخر تقريبا في ناس كتير عدى عليها سنه ما خدوش جرعات منشطه، اصبحت المناعه ضد الاصابه قليله، فبالتالي ابتدى يبقى في اصابات. لكن برضو نطمن الناس، الوفيات لسه زي ما هي قليله الحمد لله. يا رب الحمد لله ما يبقاش فيه احنا مليون و400 الف لا اصابات، ولكن مش وفيات، 2700 حاله وفاه بس على مستوى العالم. وده يطمننا برضو ان الحمد لله ان الشراسه بتاعته ما زادتش عن التحور اللي قبليه. وقايه بقى دكتور، احنا لسه في شهر الصيف والدنيا حر، لكن هندخل بعد شويه على الخريف، تقلبات الجويه كتيره، الوقايه الناس تعمل ايه امام بقى كل هذه المتحورات؟ انا عشان نقول الوقايه عمليه، عشان ما نبقاش بندي حاجات مثاليه زي ما اللزوم، احنا محتاجين الماسكات تاني. محتاجينها بس امتى؟ لما يكون مكان مزدحم، داخل مترو، اتوبيس، مواصلات عامه، مكان عارف ان هو زحمه، رايح ازور حد في مستشفى، ده مهم ابقى لابس ماسك، وخصوصا لو ما حد من الفئات الاربعه. الحاجه الثانيه وده الاهم بقى، لو حد حس انه عنده اي اعراض حتى برد، هو مش عارف يفرق صحيح هو ده برد ولا كورونا ولا قديم فيروس، محتاج ان هو فورا ما يسلمش على حد، ما يبص حد، يحاول يخلي يعني دايما مكانه، يعني يلتزم البيت احسن برضو، يعني تبقى موجوده عندنا. ده احنا ان شاء الله الموجه دي بتخلص، احنا كثرنا زورو على فكره، يعني احنا خلاص الاصابات احنا على اول 9 الاصابات هتهدى تاني في كل العالم يعني، وترجع تاني زي ما اتفضلت كده في اخر الخريف اول الشتاء زي كل سنه. فلغايه الفتره دي ما تعدي محتاجين ناخد بالنا، نحافظ على نفسنا. وفي شهر 10 هيطلع لقاحات جديده خصيصه لاوميكرون، مخصوصه للمتحور اللي هو قبل دخول فصل الشتاء. اكيد يا رب يسلم الناس كلها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ علم الاوبئه واقتصاديات الدواء. وخلاص احنا بقينا عايشين مع الاوبئه بشكل كبير، فكل ما ناخد بالنا احسن، وكل ما نحتاط يعني قد ما نقدر، واحنا عاداتنا وتقاليدنا كتير في مراسم العزاء، في الاحتفالات، يعني بالذات الناس اللي عندها يعني زي ما قلنا لو حد كبير في السن او عنده مشاكل صحيه، كل ما يحمي نفسه ده هيكون افضل. طيب تعالوا نروح للرياضه، ولكن انا عايزه اروح للرياضه مش عشان اتكلم عن الرياضه، انا عايزه اتكلم على اطفالنا اللي بيمارسوا الرياضه. عندنا اختبارات كتيره بنشوفها في الانديه وحضراتكم من الاهالي، وفي الاختبارات دي بيكون طبعا ده موسم الاختبارات، بيبقى في اختبار انه الولد مثلا انديه الكوره، خليني اخد مثال مع حضراتكم، وبيبقى في ضغط جدا على الطفل، وانه يلعب وانه يروح التمرين وانه يركز على مهاراته. فبقى منتشر جدا لما بيروحوا الاختبارات دي بتشوفوا مشاهد الاطفال وهي بتترفض يعني، او ما بيتمش قبولهم. طبعا بتشوفوا بقى مشاهد عياط وانهيار وانهيار الاهل وسط ضغوط الاهل، بتتحول الحقيقه، بتلاقي بيبقى صعبان عليك الطفل جدا، بيمارس رياضه ومفروض انه يتفوق فيها، ولكن هو مش مؤهل بكفايه للعبه دي، لكن ضغط الاهل عليه بيخلي الولد كمان لما بيترفض بيحطم نفسيته تماما، وبيخليه خلاص لا عايز يلعب رياضه دي، وفي نفس الوقت حاسس ان هو مرفوض. ودي بقى مشكله كبيره جدا، انك ترفض طفل في السن ده او تحطه تحت هذا الضغط النفسي. يا ترى ممكن تعمل له ايه؟ خليني اخد مداخله وفكرنا ليه في الموضوع ده، علشان كميه الاختبارات في الانديه كتيره جدا، خلينا يبقى عندنا وعي. كل ما الاهالي عندها وعي، وكل ما هي شافت، يعني انا لو شايفه ابني او بنتي عنده من المهاره انه يدخل مثلا الاختبارات يعني تاهله للعبه معينه، وخصوصا بالذات الكوره كتير، لو هو مؤهل وانا شايفه انه يقدر على ده تمام، أجهزه بقى نفسيا كمان إزاي عشان لو تم رفضه. ده هيجاوب عليه دكتور أمجد جبر، أستاذ مساعد الطفل النفسي بجامعة الأزهر. دكتور أمجد مساء الخير يا فندم. مساء الورد يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني كلمني يا دكتور عن هذه الحالة النفسية قدام طفل صغير بيتم الضغط عليه عشان يدخل اختبارات معينة ويبين قدراته اللي ممكن تكون هو مش مؤهل ليها، وبالتالي بيتم رفضه، والطفل بيبقى حالته النفسيه صعبه جدا.
هو طبعا يعني انا بحيي حضرتك على الفقره دي واختيار الموضوع ده بالذات، لانه هو زي ما حضرتك بتتكلمي كده في الفتره الاخيره بقى اقبال الناس على النوادي والرياضه بشكل متزايد، وفعلا اللي بيتم ان كل الانديه او كل الاكاديميات بتعمل اختبارات للاطفال او وده بيحطهم تحت ضغط نفسي، لان هو بيعتمد في التقييم على المهاره الحركيه فقط. تمام. ولكن زي ما حضرتك ذكرت كده ان مهم جدا ان انا اشوف الاستعداد النفسي بتاع الطفل ده وقدرته على التعامل مع الفريق او الجماعه اللي حواليه. تمام. فاغلب الناس بتبقى بتتجاهل الجزء النفسي واحساس الطفل ان هو رايح بالشغف بتاعه على الرياضه وبعدين يلاقي ربط بيعمل لنا مشاكل نفسيه سواء على المدى السريع او المدى البعيد. ايه اللي بيحصل؟ اشرح لي يا دكتور. يعني ايه اللي بيحصل في نفسيه الطفل في الوقت ده؟ طبعا الربط او الطفل لما بيتحط قدام ان هو تنافس كبير وعاوز يجتازه بيحط الطفل تحت ثقه في نفسه وبيهز ثقته في نفسه. بيهز ثقته في نفسه. طبعا. طيب وهل ده ممكن يسبب له يعني يتعقد بقى من الرياضه، ما يبقاش عنده القدره انه يدخل اي امتحانات تانية؟ طب وازاي اهله؟ يعني انا اهله ازاي للرفض كمان قبل القبول؟ هو انا قبل ما باهله للرفض باهله ان انت رايح تمارس رياضه. والرياضه دي انت بتعملها علشان تستمتع بحياتك وتتواجد في حياتك الثلاثه يعني على المستوى النفسي والجسدي بشكل كويس. تمام. ما بقاش الهدف التنافس. لكن في الاخر الانديه بتحول الموضوع ده كله لمنافسه، وزي ما حضرتك عارفه ان التنافس احيانا بيكون له اثر سلبي واثر ايجابي. صحيح. وهي اعتقد هي كمان بتبقى راجعه للاهل، يعني الاهل لازم يكون عندهم لغه مهمه جدا، لغه حوار مع الطفل بانه احنا رايحين نجرب واذا ما ظبطش بنلعب حاجه تانية ونشوف حاجه تانية، ما هياش نهايه الكون يعني. بالظبط. فاحنا زي ما حضرتك بتاكد كده احنا بناكد على الاهالي بلاش الضغط على الاطفال في ممارسه رياضه محدده خاصه لما بيكون السن صغير. لان طيب. هو طبعا الرياضه الجماعيه بتبقى محتاجه سن معين من الطفل صحيح يتاهل نفسيا انه يتعامل معاه. صحيح. في حاله الرفض يعني لو في اسره كده في حاله الرفض يعملوا ايه بقى مع الطفل؟ ومع طبعا الاهالي عاملين ضغط، يعملوا ايه مع الطفل علشان يقدر يكمل الرياضه في مجال اخر؟ ايه الجدول اللي المفروض يمشوا عليه؟ والله زي ما حضرتك بتتكلمي ان التركيز على الاهل اهم من الطفل. لان الاهل اللي بيمارسوا ضغوط احيانا على اولادهم. صحيح. بالاضافه كمان للضغط اللي بيقع عليه الطفل لما بيطلب منه ان هو يعمل منافسه قدام جمهور او قدام حكام او ناس هو لسه ما يعرفهمش. ده لو الطفل كمان عنده مشكله من نوع القلق الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي شويه ده بيزود الازمه بتاعته دي. فاحنا بنعرف الاهالي ان انت وانت بتقدم ابنك للرياضه عرفه انك حاول تبذل احسن ما عندك والنتيجه احنا متقبلينها. اكيد. وده الاهم والافضل وصحه نفسيه للكل، للبيت كله، للاهل وللطفل. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد جبر استاذ مساعد الطفل النفسي جامعه الازهر. الحقيقه الرياضه اكيد حاجه حلوه بس احنا لازم ناخد بالنا من ولادنا قوي في الحكايه دي، لانه هو انا مدخله رياضه مش بس عشان يبقى رياضي، لا علشان حاجات كتير قوي حلوه، فانا احاول اساعده قد ما اقدر. تعالوا بقى نروح للسينما. احكي لكم بقى حكايه، طبعا انتوا عارفين انه السينما الامريكيه بتشتغل في الموضوعات دلوقتي، يعني قبل ما بيقدم الفيلم هو بيبقى عامل دراسه زي دراسه جدوى كده. الفيلم ده مثلا موضوعه ممكن يعمل يعني جذب قد ايه لعدد المشاهدين مش بس في أمريكا ولكن في العالم، ويحقق إيرادات قد إيه ويوصلوا لقد إيه. يعني ما بيبقوش داخلين ويتفاجئ مثلا، لا يعني هو بيبقى عارف إنه أفلام زي دي يقدر يوصل لفين. أحيانا طبعا بتبقى أكتر بس بيبقى عارف الـ يعني أقل حاجة وأدنى حاجة يوصل إيه. وصلت إيرادات فيلم لايف أكشن ذا ليتل ميرميد، الفيلم ده اللي هي ميرميد خليني أقول لكم اللي هي زي عروسة البحر يعني زي ما بنقول، يعني بصوا الأرقام 567 مليون وطبعا رقم و516 ألف دولار
ده لشباك التذاكر. من امتى الفيلم؟ تم طرحه 26 مايو شهر مايو الماضي، وطبعا الفيلم من انتاج شركه ديزني. يعني احنا بنتكلم على شركه يعني عظيمه، يعني شركه عارفه هي بتعمل ايه، وعارفه هي بتقدم ايه، وعارفه كمان جمهورها قد ايه، خصوصا جمهورها على فكره ديزني مش بس جمهورها من الاطفال والشباب، لا من الكبار كمان. الفيلم مدته ساعتين و15 دقيقة، وطبعا الإيرادات للفيلم الحقيقة انقسمت من 297 مليون و194 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و270 مليون و321 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي. العالمي يعني بنقول في باقي الدول. الفيلم طبعا البطلة الفيلم، البطلة على فكرة هي بطلة صغيرة كمان، يعني يمكن عندها 23 سنة البطلة، وهي مطربة أصلا سينجر، يعني هيري بيلي أعتقد، وهي بتدور على أنه اسمها أربيل، وهي بتحاول تنقذ واحد من البشر فبتحبه، هو ملك أو برنس أمير، فبتحاول أن هي تسيب يعني الجنس بتاعها حرية البحر وتذهب إلى عالم الإنسان. يعني طبعا بيقابلها بقى مشاكل ومغامرات وحاجات، وبتتعرض في الآخر إنها ممكن كمان يعني التاج بتاع أبوها يضيع بسبب الموضوع ده. طبعا أكيد الفيلم جذاب كقصة، ولكن عارفين القصة دي تروح وتيجي، وعالم ديزني بقى يعني أنت ديزني يعني لو عايز تتكلم عن الخيال وتتكلم عن الفن والقصص بقى المختلفة بتاع ديزني، فحدث ولا حرج. يعني هي من أقوى الشركات الإنتاج في العالم بالنسبة لهذه النوعية من الأفلام. خليني أروح للناقد الفني رامي المتولي علشان يقول لي مزيد من التفاصيل. وأول خليني أرحب بيه، مساء الخير يا رامي. مساء الفل يا أستاذ شبكي، إزي حضرتك؟ يعني أول سؤال، أنت عارف يعني وأنا بقرأ كده الأرقام حلم، يعني يا رب أعيش لحد ما أقول وحاز الفيلم المصري على كل هذه الأرقام، مين عارف يعني. خليني اسالك، بس احنا برضو بنحقق ارقام قويه يعني. ايوه بس احنا بنتكلم على مليون دولار، فيعني طبعا بنحقق بس والله يعني. لا بص هقول لحضرتك حاجه، اولا الفرق الكبير له علاقه بعدد شاشات العرض، يعني طبعا احنا بنتكلم ان الاستوديوهات الامريكيه اللي هي عندها شركات توزيع مسيطره تقريبا على 7000 وكسور شاشه عرض ما بين امريكا الشماليه وكندا، فاحنا بنتكلم في رقم مهول من الـ الشاشات، ده بيترجم لفلوس طبعا طبعا، فهي دي اللي بتجيب الملايين، بخلاف ان احنا طبعا عارفين ان امريكا بتبني للدعايه للفيلم الامريكي تقريبا من حوالي اواخر عشرينات القرن الماضي طبعا. فهو الفيلم هي الناس بتقعد تتابع، ودي برضو هي قصه الدعايه بتبقى من قبل تصوير الفيلم، فالناس فالمشاهد بتاع السينما بيبقى قاعد منتظر الفيلم والبرومو بتاع الفيلم بشكل بشغف فظيع، لان هو متابع الكواليس واللي بيحصل ومين هياخد البطوله والقصه والخيال والافكتس وكل الحاجات دي، فالناس بتبقى جاهزه منتظره يعني. طيب خليني بس نتكلم، طبعا هل كان متوقع هذه الايرادات؟ احنا بنتكلم في تقريبا 3 شهور تقريبا يعني. كان متوقع هذه الارقام؟ والله لا ما كانتش متوقعه، اعتقد ان هم كانوا متوقعين اكتر، بس في مشكله عند ديزني دلوقتي بالذات في المشروع بتاعها، لان الفيلم ده جزء من مشروع تحويل الافلام الانيميشن لصوره حيه. هم عملوا ده في سندريلا، عملوا ده في الاسد الملك، يعني كل كلاسيكياتهم الرئيسيه عملوا ده في بنوكيو. المشكلة ان المشروع ده على الرغم من استمراريته، لكن هو بيواجه صد من الجمهور اللي مرتبط بالافلام الانيميشن اكتر طبعا، بخلاف ان هم بيدخلوا الصوابية السياسية في الافلام الجديدة، وبالتالي بتفقد الجلانس بتاعها اللي كانت موجودة واللي ارتبطت بيه اجيال كتير جدا.
صح، هم بيدخلوا رسائل كتير دلوقتي. الافلام دي ما تعملش بوم ايرادات، ما تعملش ده. طيب وخليني اقول لك انه ديزني لما بتخطط ان هي تنتج فيلم، بتنتج فيلم وفي نفس الوقت بيبقى موجود في كل العروض بتاعتهم، يعني لو موجود في يورو ديزني بيعرضوا كواليس الفيلم واللي بيحصل في الفيلم، لو موجود في تيم بارك كمان طبعا لو فيلم مهم بيعملوا تيم بارك، ولو موجود مثلا في يونيفرسال ستوديوز في امريكا هتلاقي معروض الميرميد زي كل الافلام بتاعه ديزني اللي بتبقى موجوده. فاذا هم بيحققوا ايرادات كبيره جدا، والسي دي بتاع الفيلم واللبس بتاع الميرميد يعني ده بيتم تفاصيل. بس انا بقول لحضرتك يعني هم بمناسبه حضرتك بتقولي ان هم بيبقوا متوقعين الايرادات، المشروع ده كان متوقع له ان هو أكتر من كده يجيب ايرادات اكتر كمان. هل طب خليني اقول اللي هو الافنجر افنجرز وورلد اللي هو مارفل، عالم مارفل عموما طبعا ده واحد من اكتر المشاريع اللي بتدر عليهم مليارات في الوقت الحالي. طيب هل كمان المشروع بقى ما بين السينما والتلفزيون والمنصات؟ طبعا هم عندهم منصه دلوقتي مهوله منه مثلا. طبعا طب هل موضوع الفيلم، لان موضوع حريه البحر دي وكده هو موضوع كتله بحثا، يعني هو مش الموضوع مش جديد اصلا، اللي هي فكره ان هي تروح وتبقى هي من البشر والتحول اللي بيحصل، وانه كمان جايب البطله اصلا مطربه فطبعا صوتها حلو لان في غنى كتير. هي نفس القصه اللي كانت في فيلم الانيميشن بالظبط اللي هو كان انتاج 30 او 40 مش متذكر، بس هو نفس القصه. وهي فكره على طول اللي هي حريه البحر والامير اللي هي الحاجات اللي كلها خيال. هل الناس زهقت من الخيالات دي لان حاسه انها ما فيهاش جديد؟ يعني هل ده برضو ما خلاش الفيلم ياخد يعني مثلا قريت في احدى الريفيوهات الامريكيه مش العربيه انه الناس الحقيقه يعني اتصدموا من البرومو، من التنويه بتاع الفيلم، حسوا انه ما فيهوش حاجه جديده، يعني ما تشدوش ليه، يعني لان هم خلاص اعتادوا على افلام ديزني زي ما انت قلت. هي القصه مش قصه ان هم معتادين، بالعكس انا بقول حضرتك مثلا فيلم الانيميشن لسه له جمهور لغايه النهارده بالزبط. لكن المشكله في التطور اللي حصل، فكره ان انت تنقل الانيميشن ده لصوره حيه وتكون بتتعمد ان انت تغير في التفاصيل في الفيلم كان الجمهور مرتبط بيها صح، لمجرد انك تمشي تحت مظله الصوابيه السياسيه صح. يعني بطله الفيلم سمراء مش بيضاء، مع ان مع ان في الانيميشن العكس المفروض ان هي بيضاء بشرتها بيضاء صح صح. فالفكره هنا ان هي ارضاءات ارضاء زي السياسيه والمذاهب الفكريه، ده ما بيبقاش محبب وبيحد من جمهور الفيلم صحيح. فالجمهور بيبقى لسه مرتبط بالفيلم الانيميشن ال2 دي اللي معمول من عشرات السنين اكتر من الافلام الحديثه، وهي برضه ده مشكله في مشروعهم كله، وهي برضو مغازلة في عدم التمييز علشان برضو إرضاء لباقي العناصر الملونة بالضبط. بأنه أنتم ممكن تكونوا بالضبط. أبطال وكمان حتى لو ده على حساب القيمة الفنية لو على حساب بالضبط. المنطق حتى في الفيلم، يعني ده بقى شيء موجود عموما في السينما الأمريكية بشكل عام، فما بال ديزني بالضبط. كمان بتتولى ده. طب أنا هسألك سؤال يا رامي، هو لسه في عروسة البحر والحرية دي لسه موجودين؟ يعني أنا من الواحد من هو صغير وعروسة البحر دي على طول في أفكاره، يعني لسه بتطلع في أفلام حتى هذه اللحظة وبيطلعوها عشان في أوقات كتير جدا شخصيات شريرة بالظبط. وحتى السينما الآسيوية نقلت الرموز دي لعندها كمان بتستغلها، يعني في افلام بتتعمل على عروسه البحر دي، وكان في فيلم حتى محقق ايرادات عالميه كان رقم واحد على المستوى العالمي يعني. صحيح صحيح. كان برضو عن عروسه البحر عاملينها بطريقتهم هم واحنا ننزل عندنا سوق برضو سوق قوي يعني طبعا، احنا ننزل عندنا بشريهان يعني عملت كتير عروسه البحور دي يعني بالظبط، فاحنا يعني ننزل وكفى بشريهان بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني رامي المتولي. هتظل عموما السينما الامريكيه طول الوقت باقت الرسائل السياسيه موجوده بشكل كبير، فلما حضراتكم كمان بتتفرجوا مش بس على السينما والمنصات،
لازم يكون عندنا نوع من أنواع الوعي، هو ليه الموضوع ده وليه اختيار لون البطلة الملونة، هم بقوا يسموهم الملونين علشان بقوا السود زي ما بيقولوا أو البلاك بيبول بقوا يتضايقوا، فبقوا يحاولوا يستعملوا كلمة الملون علشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التمييز. فهي مصطلحات بتبقى موجودة بتدخل حتى في الفن، فلازم نبقى واخدين بالنا وإحنا بنتفرج إنه ما بقاش فيه أفلام أمريكية أو أفلام عالمية بريئة، يعني لازم نبقى برضو منتبهين، نستمتع بقى والناس تستمتع وعروسة البحور والحاجات دي كل جميل. في النهاية الفيلم حقق إيرادات كتيرة جدا وكانوا متوقعين إنها أكتر، لكن طبعا بيفضل الحلم المنتج حاجة لكن المشاهد بيبقى حلمه أكبر بكتير. بعد فاصل الحقيقة في التاسعة أنا متشوقة جدا جدا للقاء نجم كبير، مش بس هو نجم كبير، هو نجم ورمز وعلامة كبيرة جدا لما تتكلم على الإتقان والالتزام، قوة اللغة العربية، الأداء، الأدب، اللطافة، الاحترام، أنت بتتكلم على النجم الكبير أشرف عبد الغفور. سعيدة جدا أنه يكون في حوار إنساني في التاسعة مع نجم بقيمة أشرف عبد الغفور، هينورنا في التاسعة بكل مشواره العظيم. فصل قصير ونستضيف النجم الكبير أشرف عبد الغفور. أشرف عبد الغفور الفنان الكبير، لما الحقيقة بتشوف المشاهد فناننا الكبير أشرف عبد الغفور بتحس بأنه يعني ابن حد من العيلة، يعني قريبك قريبك، يعني دخل البيوت المصرية حبيب وقريب لكل المشاهدين. ويمكن دي الشرارة الأولى للنجاح، إنه الناس فتحت البيوت، فتحت التلفزيون، فلقت حد شبه ولادها وشبه يعني شبهها هي من جوه. فنان كبير بمشوار كبير، وبمناسبة التكريم الخاص اللي كان موجود في مهرجان المسرح القومي، يعني قررنا احنا كمان في التاسعة بان احنا يكون لنا حق ان احنا نقول له ألف مبروك على المشوار وألف مبروك على التكريم، ومنورنا في التاسعة الفنان القدير أشرف عبد الغفور. مساء الفل. مساء الورد. يعني بجد وانا بشوف اللقطات دي لقطات يعني في بداية المشوار بالذات اللي في الأول، البداية والنهاية، في البداية والنهاية لا مفيش نهاية. ففي البداية يعني قد إيه كنت قريب من الناس؟ يعني أنا عايز أعرف النقاد كتبوا عنك إيه في أول المشوار، أول طلتك؟ والله هو في أول طلة كانت يعني اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كانت القاهرة والناس. طبعا مسلسل. وفي القاهرة والناس أنا كنت بعمل في المرحلة الأولى من الحلقات الشخصية اللي الناس مش مفروض تتجاوب معاها. يعني كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة، اللي ممكن يركب على كتاف إخواته وأبوه وأمه عشان يوصل للي هو عايزه، لما بيعرف بنت بيعرفها عشان عندها عربية 4-5 متر وغنية، فكان كل طموحاته زائفة، فكانت شخصية معقدة ومركبة جدا والمفروض أن الناس ما تتجاوبش معاها. وفي المقابل كان زميلي العزيز الراحل نور الشريف بالشخصية الأيديا المثالية اللي لازم تتحب يعني. فأنا ما كنتش يعني في الكفة الراجحة قوي في المرحلة الأولانية من ناحية الناس، أنا كنت مخلص جدا في أداء الشخصية علشان الناس ولكن تكرهها. ولكن أنت بتقول إنه الناس تكرهها، بس الناس يعني ملامحك أصلها فيها طيبة أصلا. بعد كده بقى، بعد كده أنا دخلت في مرحلة الولد الجديد ده اللي وشه هادي. أيوة. واصطادوه بقى في الأدوار الرومانسية والأوفر رومانتيك وهكذا، لغاية وعملت شوية كده لغاية أما تمردت بقى، لقيت نفسي هتقولب وهتحط في القالب ده، فتمردت وابتديت أدخل في أدوار الشر وهكذا، لكن هيظل الوجه الهادئ ده. وأنا يمكن مسألة الوجه الهادئ دي اتحط تحتيها خطوط كتير جدا في فيلم لا شيء يهم. أنا عملت طبعًا فيلم اسمه لا شيء يهم طبعًا، إخراج حسين كمال، وكنت بعمل فيه شخصية متميزة جدا يعني، والنقاد كلهم ساعتها
كان يعني واخداهم قوي مسألة الوجه السينمائي الجديد الهادئ دي. بس يعني ده بالنسبة للوجه. طب خليني أقول كده، الوجه الهادئ يعني فاد أشرف عبد الغفور ولا ضره في بعض الأدوار كان نفسه يعملها؟ لا، أنا للحق من البداية زي ما بقول لحضرتك، أنا خفت من هذه القولبة ان انا اتحط في قالب الولد متنبه ليها. الرومانسي كده. واذكر بان زميل العزيز رشوان توفيق كان بيخرج في التلفزيون، وكان عنده برنامج شبه محكمه كده وجريمه، وهو اول واحد اداني دور شرير، فكان التويست في حياتي ان انا اعمل هذا الدور. وبعدين بعد مراحل بقى كتير من حياتي يعني غير. دخلت في هذه الأدوار، وحقيقة الدور الشرير دايما مركب طبعا، وفي تضاريس كتير وفي تمثيل ومغامرة وفي يعني في إمكانية إن الواحد يغوص في أعماق شخصية ويطلع منها حاجة، لأن الخير واضح ومختلف عنك أنت، عن شخصيتك أنت مختلف عن شخصيتي. وده اللي انا حبيت ان انا اعمله. ان انا ما اعملش اشرف عبد الغفور، انا اعمل شخصيات. انا هنا عايز أخرى. اسالك سؤال دايما بيبقى في دماغنا احنا كمشاهدين، يا ترى الممثل هو اللي مسؤول عن الادوار اللي يعملها كلها، ولا احيانا بيظلم بالقولبة يعني يفضل محطوط في قالب وما يعرفش يغير، ويفضل المنتج مصر على انه ينجح بيه مره واثنين وثلاثه ويبقى هو نفسه يغير؟ يعني انت مثلا حضرتك قلت لي تنبهت من البدايه انك تبقى عامل كذا، هل الممثل بيبقى مظلوم في الحته دي احيانا؟ احيانا، لكن هو في حاجه لازم الفنان يعني يعيها كويس جدا. لازم يدرب نفسه على امتى يقول لا. حلوه دي. زي ما بيقول لازم يتدرب تماما على يقول لا، وخاصه حتى لو قعد في البيت شويه، قعد كتير حتى لازم. لو قعد كتير وخاصه ان لا في مهنتنا احيانا بتبقى تكلفتها باهظه، بتبقى تكلفتها كتير. قلت كم لا؟ كتير كتير كتير. وكنت حاسس ان لازم تعمل كده بالتاكيد، لان هي المساله بتعتمد على تركيبه الشخص نفسه، تركيبته الانسانيه اولا من قبل حتى ما يدخل الفن. صحيح. هو يعني ربنا اوجده في هذه الحياه وهو بيعمل ايه، بيهدف لايه، مشواره رايح فين، شايف مشواره فين، بيحدد مساره ازاي. فاحنا برضو في شغلتنا، وشغلتنا شغلانه حساسه جدا ودقيقه جدا يعني، ولازم يبقى من البدايه الشخص دخل هذه المهنه ليه. طبعا. هل بهدف المال، الشهره، الصيت، الغنى، ولا له هدف معين عايز يعمله؟ فهي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص، على شخصية الفنان، على شخصية. طبعا أنا مش قادرة أقاوم يعني حضرتك تتحدث باللغة العربية وتذكر الإذاعة والمشوار يعني حبك للغة العربية ده جه منين؟ حضرتك أساسا دخلت من أوائل خريجي المعهد العالي للسينما، وحبك للغة العربية ارتبط في المدرسة، ارتبط مثلا في الكتابة، ارتبط بشطارتك في اللغة العربية، جه منين؟ أنا علاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في المرحلة الثانوية باللغة العربية. تمام. لكن أذكر بأن أنا أستاذ اللغة العربية في مدرسة الجيزة الثانوية. أيوة. في المرحلة الثانوية اللي أنا كنت فيها كان معجب بأسلوبي في التعبير والإنشاء والمطالعة. وحتى لما عملت فريق تمثيل في المدرسة كان هو بيشجعني، وكان بيحول حصة العربي لبروفة الحفلة اللي احنا بنعملها آخر السنة وهكذا. فدي بس كانت الملحوظة في الدراسة الثانوية. لكن للحق اللغة العربية زي أي لغة محتاجة للي يحبها. طبعا. أي لغة محتاجة الواحد يحبها. طبعا. عشان يتعمق فيها. واللغة العربية بقدر ما هي سلسة بقدر ما هي صعبة ودقيقة ومحتاجة لبذل جهد عشان طبعا. الواحد يتعمق فيها يتميز فيها ويحترمها زي ما حضرتك بتحترمها الآن حتى حديثا.
طيب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. لمن يقرا اشرف عبد الغفور؟ مين اللي تاثرت بيه وانت لسه كده شاب ممثل مقبل؟ كنت بدات خطواتك المسرحيه اعتقد جلفدان هانم اول مسرحيه. نعم. على خشبه المسرح. أيوة. مين اللي شكل وجدانك بالدرجه الاولى؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ بالدرجه الاولى، يعني هو اللي انا غصت فيه زي ما هو كده بيغوص في اعماق. اكيد عملت حاجات في روايات نجيب محفوظ. في نجيب محفوظ سنه 66 انا عملت فيلم قصير عن قصه لنجيب محفوظ اسمها لونا بارك. طبعا. ودخلنا بيها مهرجان للتلفزيون وكان اخراج الراحل يوسف مرزوق. بعد كده انا شرفت بان انا اشتغلت في الجزء الثاني من الثلاثيه اللي هو قصر الشوق. طبعا. عملت طبعًا. شخصيه طبعا فيه. كان حلم حياتي وانا لسه ناشئ ان انا اعمل حسنين في بدايه ونهايه. لكن ما عملتوش. ايوه طبعا طبعا. يعني ده كان من الادوار من قراءاتي. كنت متاثر بالروايه جدا جدا جدا. وكنت كان نفسي اعمل هذا الدور المركب جدا. كان مركب والمعقد فعلا. جدا طبعا. يعني فنجيب محفوظ طبعا في كل شخصياته اي ممثل يحلم بان هو يؤديها. طبعا. فيلم القاهرة 30 فيلم مهم جدا في السينما المصرية. طبعا. يعني فيلم مميز. نعم. وفيلم اتبذل فيه مجهود وعنده رسالة كبيرة مهمة. طبعا. لو انت بتشوف الفيلم ده دلوقتي ايه العنوان اللي انت تقول والله برافو ان احنا قدمنا الرسالة دي في الفيلم ده؟ والله شوفي للحق يعني نجيب محفوظ لما كتب الرواية دي كتبها في سنة مثلا 30 وكان مسميها القاهرة الجديدة. واعترض على هذا الاسم. وقتها. وبعدين لما اتعملت فيلم في سنة 66 بقى اسمها القاهرة 30. طبعا من 66 لغاية 2023 في حاجات كتير جدا اتغيرت في حياتنا. وفي حاجات كتير جدا من داخل أعماق هذه القصة ما زالت موجودة في حياتنا. زي ما في كل حتة في الدنيا يعني. صح. مفيش يعني نقدر نقول إنه الفيلم قدم رسالته لكن لسه في حاجات مكملة. بالتأكيد. وهتفضل ما انطفتش وهتظل. أصل دي الحياة. الحياة عمرها ما هتخلو من النقيض ده، الخير والشر والطموحات والوصولية والفساد. الحياة هي الدنيا كده. هي الدنيا كده. مين جيل اشرف عبد الغفور؟ مين جيل اللي انت بتحس دول جيلي، دول الناس بتوعي؟ والله انا جيلي يعني كان المرحوم محمود ياسين طبعا، والمرحوم نور الشريف، والمرحوم محمد وفيق، وجيلي الحالي اللي موجود ربنا يديهم الصحه يا رب، الاستاذ محمود الحديني طبعا، الاستاذ رشوان توفيق، الأستاذ حسن يوسف، كل دول حتى لو قبلية بشوية بعدية بشوية لكن إحنا عشنا. مفيش سيدات؟ كلهم رجال؟ لا 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 لا. السيدات الفضليات؟ في كتير طبعا. السيدة مديحة حمدي، السيدة هالة فاخر، السيدة سهير المرشدي. بتتزوروا؟ بتتكلموا؟ بتقعدوا مع بعض؟ والله كنا لما كان بيجمعنا أعمال كتير. دلوقتي لما حصل متغيرات كتير في حياتنا فالدنيا أخدت كل الناس والدنيا اختلفت بالنسبة لنا، وأهم حاجة كانت بتجمعنا كتير هي الإذاعة. لأن في ناس الإذاعة، هيئة الإذاعة والعمل الإذاعي، العمل الإذاعي ده برغم أنه هو أفقر المجالات فنيا من الناحية من النواحي الاقتصادية، لكن برضه محتاج اللي يشتغل فيه يكون بيحبه طبعاً. ويعشقه. لا الميكروفون ده عايز قوة أداء وصدق وعايز برضه اللي يحبه. طبعا. عايز اللي طبعاً. يحبه طبعا. فاحنا كنا هذه المجموعة اللي أنا ذكرتها دي كنا مع بعض عشقين في المسلسلات، عاشقين للميكروفون. فكنا بنتقابل كتير جدا في الإذاعة. الإذاعة كانت بتحضننا وبتجمعنا. من بعد ما توقف
العمل الاذاعي الدراما الاذاعيه ما بقتوش تلتقوا كتير ما بقيناش نلتقي. بقول لك الاذاعه هي كانت اهم حاجه بتجمعنا اكتر من التلفزيون. ترتاح قوي لما تدخل عمل وتلاقي حد من جيلك موجود في العمل؟ طبعا بتبقى مبسوط. اي حد بصرف النظر انه ممثل أو مخرج مصور عامل كاميرا. احنا كنا الواحد بيدخل الاستوديو يعني انا لما كنت ادخل الاستوديو 10 اللي احنا قاعدين فيه ده كان اسمه استوديو 10 طبعا هو استوديو 10 لغايه دلوقتي كنت اعرف كل حد في الاستوديو من اول العامل اللي واقف على الباب بره لغايه المخرج فوق في الكنترول. ايوه دلوقتي الواحد بيدخل بلاتو زائر ما يعرفش اي حد. ايوه مش عارف ويمكن حد. هم كمان اغلبهم ما يعرفوهوش. لا 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 طبعا حضرتك نجم يعني. كبير. طب خليني هقف هنا وانا سعيده بالحوار الانساني الجميل مع فنان كبير زي اشرف عبد الغفور. ما تبقاش عارف تروح لاني منطقه لكن هنرجع بعد فاصل واعرف في بيت اشرف عبد الغفور كيف تسير الحياه عنده نجمه كبيره وعنده طبعا بقيه الشباب والعيله الحلوه بتاعه اشرف عبد الغفور. ارجعوا لنا بعد شويه. فنان بقيمة طبعا يعني اسم كبير أشرف عبد الغفور بتبقى عايز تعرف تفاصيل كتير. انت لسه منورني بجد يعني ربنا يخليك يعني وسعيدة بشبابك واهتمامك كده بنفسك وحاجة جميلة يعني. شكرك. بيتك عامل ازاي؟ يعني احنا دايما بنسمع انت شخص يعني هادئ الملامح عمرنا ما سمعنا قصص عن أشرف عبد الغفور ويظل بيتك أيضا يعني مقفول على فيما عدا ريهام لأن هي ممثلة بنعرف طبعا أيوة. أخبار ريهام لكن البيت طبيعته هادية. أنت قصدت ده من البداية؟ هو أنا من البداية يعني أليت على نفسي وأثرت بأن أنا أفصل فصل كامل بين حياتي الفنية وحياتي الاجتماعية. تمام. بمعنى بأن أنا ما دخلتش الاتنين في بعض والمزج اللي احيانا بيحصل ده بين الحياه الاجتماعيه والحياه الفنيه احيانا بتكون يعني مثالبه ومساوئه اكتر بكتير من ايجابياته. مظبوط. فانا يعني فبيت مصري هادي عادي جدا يعني خالص ما يعني ملوش دعوه بالحياه الفنيه الا في بعض المناقشات. دلوقتي حتى لما ريهام دخلت في المجال الفني فبرضو ما كانش فيه فرصة كبيرة إنها تعيش معايا وهي فنانة. أيوة. لأنها اتجوزت بسرعة جدا برضو. أيوة. أول ما دخلت المجال الفني اتجوزت. أيوة. فراح سايبة البيت طبعا. فأنا ما عصرتهاش في حياة اجتماعية فنيا وهي عايشه معايا الا لما بنتقابل بقى ونتبادل الحديث التليفونات المقابلات كده. طب قولي بصراحه كنت قلقان عليها في البدايه جدا قلقك كان فيه اقول لحضرتك من النجاح ولا من الشهره؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه حتى من قبل انا قلت يعني ريهام هي الاخت الصغرى وليها اخ تامر وريم. تامر وريم انت قلت لي الاثنين درسوا في المعهد الاثنين درسوا ومحدش فيهم مارس ومحدش فيهم اشتغل في الفن الا ريهام. لكن انا بتكلم على مرحله الطفوله يعني شوفي خوفي من امتى. تامر وريم جالهم عروض وهم اطفال انهم يشتغلوا في برامج الاطفال كتير جدا كبيرهم يعني بيطلبوهم اكتر مني. ايوه. وانا امتنعت تماما عن ان هم يشتغلوا علشان انا كنت بشتغل في هذه المهنه وعارف مسؤولياتها والوقت على افساد طفولتهم بهذه المسؤوليه يعني صحيح. ومنعت تماما انهم يشتغلوا في برامج الاطفال. فهذا الخوف عندي من مشاق هذه المهنه بداية. اللي انا عارفها طبعا امتد لغايه لما ريهام وهي في منتصف المرحله الدراسيه في التجاره انجليش اعلنت وافصحت عن انها عايزه تشتغل في التمثيل. فكنت اولا متخوف جدا عليها من مشقة هذه المهنة وثانيا خفت انها تجمع بين المهنة والدراسة فيعني يأثر على دراستها ما تنجحش في الاثنين ممكن. أيوة. جدا صحيح. فيعني شديت معاها شوية لغاية اما
قربت على البكالوريوس وخدت البكالوريوس والحمد لله وانطلقت بقى اللي هو براحتها. فانا طبعا مشفق عليها، وخاصه بان ريهام ما هي الشخصيه الصلبه برضو احنا بنتعرض في حياتنا طبعا في حياتنا كلنا يعني. لا وخلينا نتفق برضو الناس تبقى عارفه انه العمل الفني او العمل في الفن بشكل عام تحت الاضواء مجهد، مجهد بشكل كبير يعني. أيوة انت عندك ضغوط كتيرة جدا وانت الناس بتشتغل، الناس يعني بتشوف النتيجة النهائية. أيوة للعمل صح. بتشوف الشكل البراق بس خالص، ما بتشوفش ايه اللي بيجرى وايه اللي بيحصل. طب حضرتك قولي سعيد بنجاحها؟ نجمة كبيرة ريهام عبد الغفور، الحمد لله سعيد بنجاحها جدا وسعيد باختياراتها. ومش سعيد، وهقول لحضرتك حاجة، انا مش سعيد بنجاحها دلوقتي، انا سعيد ببدايتها. تمام. اول ما ابتدت، من اول ما بدات، لانها احنا كنا عندنا في حياتنا ويمكن ما زال موجود دلوقتي في مرحله في حياه الفنان بيقولوا الناس مرحله الانتشار. صحيح. ان هو اول ما يظهر يعمل حاجات لازم كتير، يشتغل كتير علشان الناس تشوفه والحقل الفني يشوفه وهو يتعرف على نفسه. لكن المرحله دي خطيره جدا انها ممكن تؤدي بالسلب، ان طبعا الواحد يعمل حاجات ضده. صح. مش لصالحه. بس ريهام كانت بتعمل حاجات كويسه كلها من اول خطوه. اختارت اول حاجه عملتها شخصيه شيرين في مسلسل العائله والناس. أيوة. اخراج الاستاذ محمد فاضل. أيوة. برضو والتاليف مؤلفنا الكبير مجدي صابر. بعد 3 4 اشهر الأستاذ مجدي صابر كان بيعمل مسلسل لشركة إنتاج قطاع خاص وطلبوا ريهام، لقت إن الدور شبه شيرين بتاع اللي عملته، رفضت. يعني شيء كان محير. أيوة. أنا شخصيا كنت مستغرب من سلوكها ده. واستمرت على هذا النهج، لا تتكرر، لا تغير أدوارها، دائمة التغير والتنوع والبحث عن بتسألك الجديد. بتسألك يا أستاذ أشرف، بتقول لك عندي دور كذا، إيه رأيك أعمله ما أعملوش؟ أحياناً بتسألك. أحياناً لما يبقى في مسألة شائكة أو محيرة بالنسبة لها، بترجع لك فيها ومحتاجة إنها ترجع لي فيها. وفي النهاية أنا رأي استشاري بحت. إمتى صعبت عليك؟ شفت لها حاجة وصعبت عليك حسيت إن الدور شديد عليها؟ في الأول. في الأول. في البداية، لأن كنت مشفق عليها برضو من المهنة واللي حضرتك قلتيه بالظبط. ده حصل لما المرحوم المخرج أحمد عبد الحليم ونجمنا الكبير يحيى الفخراني وإحنا بنعمل الملك لير. أيوة. قالوا لي إحنا عايزين ريهام تعمل كورديليا في الملك لير. كورديليا شكسبير، الملك لير لغة عربية فصحى، وهي دراسة انجليزي ومفيش. أيوة طبعًا. اي علاقة طبعًا باللغة العربية طبعًا. فانا اول حاجة قلتها لا على طول طبعا. فهم قالوا لي طب يا اخي اسألها. أيوة. سألتها قالت لي اعمل. لانها كان نفسها تحدي تشتغل مع يحيى الفخراني اولا طبعا، رغبة انها تقف قدام يحيى الفخراني. فاللحظة دي انا كنت مشفق عليها تماما تماما، من الوقوف على خشبة المسرح وهي لسه في البداية طبعا. لكن الحمد لله أنجزتها الحمد يعني. لله هي الحمد لله. هي شايلة اسم كبير يعني، ريهام نجمة كبيرة وشايلة اسم نجم كبير كمان الحمد لله، وهي حافظت عليه تماما. أكيد تكريمك في مهرجان المسرح القومي، يعني تكريم، حسيت أنك شايف المشوار من أول الستينات لغاية دلوقتي، شفت المشوار وانت في التكريم؟ هو دايما يعني دايما في لحظة التكريم أما الواحد بيطلع على المسرح بيحس إحساس غريب جدا يعني. أنا أذكر وكل لما أطلع على المسرح أتكرم في أي جهة أفتكر أول مرة اتكرمت فيها وأنا في الثانوية العامة، خدت كاس التمثيل على الجمهورية وطلعت على خشبة الأوبرا القديمة. أيوة. اللي احترقت طبعا في أوائل السبعينيات، وكانت سعادتي إن أنا طلعت على هذه الخشبة وقفت عليها وخدت عدة دقائق طبعا، أكتر بكتير قوي من حصولي على الكاس طبعا. إن أنا وقفت على هذه الخشبة كان شرف أصلا، وأنا شرفت بعد كده إن أنا اشتغلت على الأوبرا القديمة
يعني في في مسرح يعني. لكن دايما التكريم بيبقى له لحظات براقة أكيد، وبيختلف باختلاف الجهات طبعا. يعني أنا لما أتكرم في المهرجان القومي للمسرح المصري ده شرف كبير بالنسبة لي طبعا. أي تكريم بأحظى بيه من جهات علمية زي الجامعات وهكذا بيبقى عندي شيء كبير سعيد جدا وشرف كبير جدا يعني. فنان كبير أشرف عبد الغفور مشوارك عظيم يعني، أكتر من 150 عمل، أعمال دينية، أعمال تاريخية، أعمال اجتماعية، يعني حاجات كتيرة جدا. إيه اللي أنت شايف في المشوار ده كان نفسك تعمله ولسه ما عملتوش؟ لا حاجات كتير قوي يعني. قول لي حاجة، حاجة ملحة. أنا مش، هي الحكاية مش خاصة بي أنا. أنا يعني أتمنى بأن المواطن المصري يبقى المسرح يتحط في أجندته زي ما هو أحيانا بيروح السينما. أتمنى أنه المسرح يبقى جزء من الأجندة الأسبوعية الشهرية للمواطن المصري، يفضل موجود، لأن ده مفتقد كتير قوي في حياتنا وبنفتقد حاجات كتير في هذا المنوال. فأنا دايما ما عنديش أمال خاصة بي أنا طبعا، ما عنديش أمالك للناس أحلام. طب هختم معاك بسؤال كده، اتفضلي. مشوارك العظيم، احترامك، لغتك العربية، اسمك، متطمن على مصر؟ مصر بحكم تاريخها دايما تبعث على الاطمئنان. مصر يعني زي ما احنا كلنا بنقول ان ربنا حافظها، لان احنا بيحصل في حياتنا وحصل في حياتنا حاجات ممكن تحصل في بقاع اخرى من العالم في 500 سنة. صحيح. احنا بيحصل في حياتنا في 50-60-70 سنة بتلاقي منحنيات وتضاريس بس احنا شعب قوي، لكن ربنا طول الوقت حافظ هذه البلد وهيحفظها بينا أكيد بينا أكيد. يعني اتشرفنا بوجودك ومتشرفين بوجودك، رمز كبير موجود في تاريخنا السينمائي والمسرحي والتلفزيوني. أشكرك. اسم أشرف عبد الغفور مش يستحق بس تكريم المسرح القومي، يستحق التكريم كله. نورتني. أشكرك. في التاسعة. ميرسي يا فندم. نورتنا. شكرا جدا. يعني الحقيقة الختام مع أشرف عبد الغفور تحس أنك لسه عندك أسئلة كتير عايز تقولها. أجيال لا تعوض ومشوارها لا يعوض، لكن هتفضل التاسعة مكان لكل المبدعين ولكل المصريين ولكل الرموز. غدا يتجدد اللقاء مع التاسعة، أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله. تصبحوا على ألف خير.